التسعينات كانوا 200 حالة وفاة، بدأت تنقص من 2012 وطلع لي 13 وصلت حبست في خلف الخمسينات. حنا الهدف تاعنا نوصلوها صفر وفاة ان شاء الله الا قدرنا. 2000 نعطيك مثال برك، في 2019 كانت 46787 لسعة 39 وفاة، 2020 44000 لسعة 30 وفاة، 2021 40022 وفاة. لساعات نقصوا والوفيات نقصوا. الولايات اللي تسجل بزاف لساعات هي أضرار، خاصة برج باجي مختار بالوفيات الشمال، أضرار العقرب تماك موش خطير يعني ما يقتلش كما برج باجي مختار، ولكن ما يمنعش بلي الإنسان اللي يتقرص يتلسع في هذه المنطقة يروح يدير المصل. كانت أضرار هي الأولى ولكن الجنوب الغربي، ولكن اللي سجلوا وفيات بزاف والخطورة هم الجنوب الشرقي، بسكرة الواد ورقلة تامر راست. طلبات وزارة الصحة حوالي 80,000 قارورة سنويا، ما حد باستور ينتج 80,000 ولو ساعتي أحيانا يفوت يعني 80,000 ولاني، والحمد لله أحيانا مرانا من 2013 ومن اللي جبنا الأجهزة بحد باستور قتنا الأجهزة الجديدة ما عادش عندنا مشكل في الإنتاج. التوزيع يبدأ في شهر مارس، في شهر مارس مثلا نعطيك كامسة بالمثال، مثلا الورقلة تقول نحتاج مثلا 8,000 قارورة، شهر مارس تدي 3,000 قارورة في شهر مارس. الحملات التحسيسية سنة 2022 راح تنطلق دوك بيبيع مع بداية جوان، بداية لساعات تاع العقرب. نقول الحملات التحسيسية راح يكون مع المواطنين، راح يكون مع الأطفال، مع الجماعات المحلية، وين راح تكون يعني شروحات بسيطة حول العقرب، كيفاش نعرفوه، كيفاش نجتنبوا اللدغات كما نديروا كل عام. كاين هذا الملصقات اللي نوزعوهم في الحملات التحسيسيه، وعندنا هذا الملصقات كذلك، وين نعلموا الناس واش ما لازمش يديروا. حنا واش نقول لهم، ما كانش علاج للعقرب، ما نقدروش نقضوا عليه نهائيا، ولكن كاين اشياء لو كنا نديروها نقلوا، خاصة قول لهم في 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 في, في لسعة العقرب ما تديروش هذا لوغار وهذا الشريط، ما تجيبوش ما تشلطوش ما تمصوش، ما تديروش الحجرة السوداء، ما تجروش ما تديروش غاز البوطان، تهدؤوا وتوجهوا الأقرب مركز صحي ممكن.